فانا عشان كده الموضوع وانا بقول الانترو انا مبسوطه انه في بنات عندها بقت خلاص اورنس بالحكايه دي طبعًا. يعني خلاص ما شاء الله عليهم يعني بيعرفوا يختاروا ايه وايه اللي يناسبهم ايه اللي يعمل حبوب ايه اللي لا لكن ده يمكن بقى معاه عندهم معلومات اكتر مني انا شخصيا والله ما شاء الله. العظيم والله دي حقيقه انت عارفه بس في منهم يعني خلينا نقول ايه الغالبيه ما شاء الله عليهم متطلعين لكن في جزء منهم برضو لسه استل زي ما تقولي كده ايه فاقدين جزئيه انه برضو الفيتامينز مهمه يعني معتمدين انهم بيتغدوا بيفطروا بيتعشوا بيذاكروا وبيمتحنوا وخلاص وباقي الايام معديه عادي مفيش اي حاجه في حياتهم يمكن برضو دور الام مهم في القصه دي لكن خلينا نقول ممكن الام كمان تكون هي حبيبتي ما بتاخدش نفسها فيتامينات او حاجه تدعم صحتها فخلينا بقى نوجه لهم بقى رساله كده منك النهارده مهم قوي كل بنت وكل سيده مش هتكلم بس على البنات احنا السيدات ليهم حق علينا برضو طبعا. في جميع الاعمار اكيد ان هم ينتبهوا لقصه الفيتامينات والمعادن لانها مهمه جدا لو انت بداتي عظيمه معايا بتكلميني على صحه البشره والشعر هنبدا بصحه البشره والشعر وبعد كده هدخل بقى في المناعه والكلام ده اوكي المناعه والطاقه وكده تمام طيب احنا كسيدات او البنات اكتر حاجه بتبسطنا لما اصحى من النوم اغسل وشي ابص في المرايه كده الاقي ايه وشي فيه نضاره الحمد لله اكتر حاجه بتزعلنا وبتزعلني لو لقيت بقى اصحى الاقي بشرتي شحب قوي شعري بيقع جاف قوي الاقي شعري في اوضه النوم بطريقه مش طبيعيه الاقيه على الكنبه المفروض ان 100 شعرايه بس في اليوم تقع لو بيقع بتقله عندي مشكله طبعا طيب ازاي اقدر ادعم صحه بشرتي وشعري وبتكلم على البنات كمان الصغيرين اللي شايفين ان ما عندهمش مشكله دلوقتي بعد سن 25 سنه الكولاجين هو اساسي لصحه بشرتي بعد سن 25 سنه الكولاجين بيقل تدريجيا أوكي. طب ادعم الكولاجين ازاي بفيتامين سي ده رقم واحد فيتامين سي وبيلز اقراص طبعا الفيتامين سي السيرم اللي على الوش رائع بس لازم اداعم بحاجه جوه داخليه اورالي ايوه عشان تبقى سيستميك تخش أيوة. على مجرى الدم وتدي البشره الكولاجين المطلوب يبقى لو هتكلم في صحه البشره والشعر للست او بنت في جميع الاعمار هتركز معايا في البيوتين هتركز معايا في الفوليك اسيد هتركز معايا في الزنك هتركز معايا في الكوبالامين بيوتين وفوليك اسيد وزنك وكوبالامين دول اهم فيتامينز وفيتامين بي طيب دكتوره دينا انت بتقولي فوليك اسيد بيوتين نياسين هنقعد ناخد 5-6 فيتامينات في اليوم لا هتاخدوا اي ال بي مالتي فيت الب مالتي فيت المرخص والمسجل من هيئه سلامه الغذاء اللي صورته على الشاشه بقول لهم كلهم الستات انه رائع هتتبسطوا من النتيجه جدا لو هتكلم على الشعر بياخد وقت محدش يقول لي انا خدت قرص النهارده ولقيت شعري ما طولش ما فيش حاجه اسمها في الدنيا كده لا ولا النهارده ولا بعد شهر ولا اتنين مينيمم يعني من شهرين واحنا طالعين من اول شهر هشوف تحسن على طول لكن طول ما انا بكرره وبستمر عليه وما انساش يومين ثلاثه واخده يوم هتلاقي نتيجه عبقريه في الشعر تمام. والضوافر بنات كتير بتشتكي من ضوافرها بتتقطم او ضعيفه بتتقطم وتتكسر بقول لهم ان في كل ده ومعانا نحاس ومعانا الكالسيوم النحاس مهم قوي لعدم نمو الشعر الابيض بدري بتلاقي بنات في العشرينات شعرها بتطرى وبقول للبنات برضو ايه عشان صحه شعرهم هياخدوا الب مالتي فيت ويقللوا لي الصبغات البلوند قوي البلوند دايما شعر ضعيف بالظبط بيضعف اكتر من اي لون شعر تاني غامق كل ما نميل للغامق بالظبط لما نيجي شعرنا مثلا هو مبلول ما نسرحوش بقوه لا طبعا لما ينشف يا جماعه صحيح السيدات المحجبات جوه البيت نقلع الطرحه لازم يتهوى الشعر يتنفس لما نيجي البنات اللي بيمسكوا شعرهم يدوا له حصان جامد قوي لا مش بلاش. لا ما يبقاش جامد جدا عشان ما ينحلش الشامبوهات نحاول ان الشامبوهات بتاعتنا تبقى خاليه من السلفيت والحاجات واستخدموا معايا الب مالتي فيت هتلاقوه رائع البشره الب مالتي فيت مع كريمات الترطيب بتاعتنا بتاعت النهار والليل والسان بلوك
ده بقى اساسي ده في الصيف. طيب ده في دكاتره دلوقتي جلديه بيقول لك الصن بلوك وانت في المطبخ عشان السخونيه البخار. اه والله دي حقيقه. فالصن بلوك مهم جدا، او الشعر من البخار. ليه بيقولوا دايما نربط شعرنا؟ هو ليه؟ هو ليه رول على فكره. طبعا مش بس عشان الشعر ما يقعش في الاكل، وعشان البخار الشعر بيتاثر طبعا بالبخار فبيبوظ، بيجف وبيتاثر. بيجف. هناخد قلب مالتي فيت ازاي؟ هو قرص واحد بس في اليوم، ما بنكترش عن كده. اوكي، جرعه كويس، قرص واحد بالزبط. يوميا. وبطمن كل البنات ان السعر رائع. السعر متناول للبنات الصغيرين، كل البنات، كل البنات، كل البنات. بس طبعا ماما هتجيب، يعني انا لو ولادي هجيب لهم بس طبعا. مش هنجيب علبه واحده بس بقى هي تيجي تقول يا مامي خلصت ما عايزه تاني يعني. أيوه. بقى عندهم النولج دي. هو اوريدي سعره رائع، فالاوردر اصلا بيجي اكتر من علبه طبعا يعني. ما شاء الله. وعايزه اقول كمان هو ان هو متوفر في الصيدليات، دي اهم حاجه. احنا موجودين في سلسله صيدليات كبيره معروفة على مستوى جمهورية مصر، ومتوفرة الصيدليات دي موجودة في كل محافظات مصر. أوكي. أو نقدر نطلبه عن طريق الأونلاين، المندوب بيوصل لحد باب البيت، مندوب الشركة. أو ليكوا صفحة كمان. دي صفحة الفيسبوك بايو ناتشرال إي جي. دي عشان نستفسر بيها عن أي معلومة. أي حاجة بيترد من فريق طبي موجود، أنا عارفة. بالظبط، من الكول سنتر. طبعًا الأقوى كمضاد أكسدة. الأكسدة خطر.